انضموا إلينا من سنجار في نينوى الناشط الإزيدي سيدو الأحمدي. سيد سيدو، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. دعنا نبدأ بالتحديات التي يواجهها الإزيديون، وما هي إمكانية حصولهم على تمثيل السياسي المناسب لهم في مجلس محافظة نينوى المقبل؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناتكم الموقرة. حقيقة وضع سنجار ليس بما هو ينشر على التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي التي نشاهده على قنوات الفضائية. وضع سنجار بدأ يتحسن برجوع جزء من أهاليها إلى مناطقها وبتمسك الإيزيدية بأراضيهم، لكن بسبب الصراعات السياسية وبسبب عدم تطبيق البرنامج الحكومي الجيد في مناطقنا أدت إلى أن يكون دائما هناك خوف وهناك مخاوف كبيرة من ما يحدث في المنطقة. طيب، يعني هل هناك دافع لدى الإيزيديين للتصويت لمن يمثلونهم في هذه الانتخابات المقبلة؟ حقيقة هذه الانتخابات كغيرها من الانتخابات حاولنا مرارا وتكرارا أن يكون هناك اتفاقية موحدة، يكون الإيزيدية أو كسنجاريين بقوائمهم المستقلة، وأن يجعلوا من الكوتا مقعد لشخص محدد، وبقية الأحزاب والشخصيات المستقلة يتنافسون على قوائم، بحيث أن هذه القوائم تستطيع أن تنافس القوائم الكبيرة على مستوى محافظة نينوى. الآن على مقعد الكوتا هناك 4 مرشحين لمقعد الكوتا، فهناك العشرات من الأصوات راح يروح نتيجة هذا المقعد، مع أنه المقعد محسوم بصوت واحد، وهناك أكثر من 20 مرشح على أحزاب متعددة، منها الأكثر شيء على الاتحاد الكردستاني والديمقراطي الكردستاني. فلو أنه اتحد الإيزيديين بقائمة موحدة راح يكون هناك مقاعد في مجالس المحافظات وكذلك في البرلمان العراقي. فحصة الإيزيدية سواء كان من سنجار ومناطق الإيزيدية الأخرى النسبة السكانية تعادل أكثر من 6 مقاعد محسومة، لكن للأسف تشتت الشخصيات الإيزيدية، تشتت السياسيين الإيزيديين بين الأحزاب، أدت إلى أن يكون أصواتها تكون هدرا. طيب سيد سيدو، ماذا عن ضغوطات على الإيزيديين من قبل فصائل المسلحة كالبككة وغيرها في سنجار؟ هل يوجد مثل هكذا نوع من الضغوطات الآن؟ لا يوجد أي ضغوطات من قبل أي حزب أو من قبل أي جهة مسلحة. الضغوطات التي تحدث، كل مرشح يكون تابع لجهة محددة، لحزب محدد، لقوى مسلحة محددة، فهذا الحزب وهذه القوى أكيد راح تدافع عن مرشحيها وراح تختار مرشحيها. نتيجة عدم العدالة بين الأصوات المرشحين في سنجار، ففي كل انتخابات نرى أنه الشخص الإيزيدي أو السنجاري يحصل على أصوات عالية، لكن الاتفاقيات التي تحدث داخل المراكز الانتخابية وداخل مركز العدي والفرز يؤدي إلى أن يكون دائما شخص من الموصل أو من الشيخان أو من مناطق الزمار أو المناطق الأخرى على حساب الأصوات الإيزيدية يفوز بالمقعد. الآن اليوم قبل ساعات اكتمل التصويت الخاص وتصويت النازحين، هناك حوالي 50,000 صوت إيزيدي أو سنجاري متواجد، سواء كان ضمن القوات الخاصة، قوات البيشمركة والقوات الجيش والحشد، وكذلك في مخيمات النزوح. الآن اقترح أو مثل ما يقول نصيحة للمرشحين الإيزيديين في سنجار، أنه يشوفون أنه الشخص الذي حصل على أصوات أعلى من 1,000 صوت أو 2,000 صوت في داخل المخيمات، أن يكون هناك اتفاق فيما بينهم 8 مرشحين على اتحاد أهل نينوى، وعلى الديمقراطي الكردستاني 8-9 مرشحين. فإذا
إذا يعني اتفقوا فيما بينهم ويشوفون أنه الشخصان أو ثلاثة ضمن حزب محدد والشخصين ضمن حزب آخر، بقية المرشحين يتنازلون عن أصواتهم اللي متواجدة في سنجار، عن سنجار أهالي عائدين إلى منازلهم ومتحمسين وراح يكونون يوجهون بعد يومين إلى صناديق الاقتراع ويؤدون بأصواتهم. لكن نحتاج إلى واضح. نحتاج إلى نعم. شكرا جزيلا، وصلت الفكرة، ممتنة كثيرا على تواجدك معنا من سنجار في نينوى، الناشط الأيزيدي يسيد الأحمدي، شكرا لك مرة أخرى.